الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. عباد الله، إن الله سبحانه تبارك وتعالى وصاكم بوصية خالدة وقد وصى بها الذين كانوا قبلكم، فقال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا يرحمكم الله أن الله سبحانه تبارك وتعالى يراكم ويسمعكم، وهو سبحانه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو معكم أينما كنتم. فراقبوا الله حيثما كنتم وحيث ارتحتم، إن الله رقيبا. عباد الله، إن أعظم ما يتقرب به الله أداء الفرائض الواجبة والمحتمات اللازمة، فإنه لا تبرأ الذمة إلا بأداء ما افترض الله علينا من الفرائض والواجبات. وقد سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السنن والنوافل والمستحبات ما يقربنا إلى الله سبحانه، ويكون لنا في ذلك من الأجر والثواب والحسنات. فيا عباد الله، عمروا أوقاتكم واستغلوا أعماركم فيما يرضي ربكم سبحانه جل وعلا. اغتنموا هذه الدنيا واجعلوها مطية إلى الدار الآخرة بأعمالكم الصالحة، واعلموا أنه ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وستجد ذلك بين يديك يوم القيامة. ما قدمت في الأيام الخالية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن حج ومن عمرة ومن ذكر وتلاوة للقرآن، من بر الوالدين ومن صلة الأرحام، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فتفرح به وتسعد. هاء مقرأوا كتابيا، وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا بعيدا. يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. عباد الله، إن الله سبحانه تبارك وتعالى علم سبحانه أننا نقع في الخطأ وفي التقصير، خطاؤون مقصرون، واحنا بشر، لا نحن من الرسل عصمهم الله
عليهم الصلاة والسلام، والملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يسبحون الله الليل النهار لا يفترون، عليهم الصلاة والسلام. أما نحن بشر خطاؤون مقصرون مذنبون، فيسر الله لنا، هذا من تيسير الله، ما أوجب من الفرائض المحتمات مع ما أوجب علينا من الفرائض المحتمات، نوافل من جنسها وسنن ومستحبات. هذه النوافل تكمل نقصنا وتتم تقصيرنا وتسد خللنا، ونفرح بها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يتمنى المفرط أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا فلا يجاب إلى هذا ولا يمكن منه. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن لصلاة النافلة فضائل متعددة. عندما الصلاة المفروضة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، يا عباد الله إياكم أن تتهاونوا بالصلاة المكتوبة، فمن تمام الإسلام وكمال الإيمان المحافظة على الصلوات الخمس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من تمام الإيمان وحسن الإسلام أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تؤديها بفرائضها وشروطها وأركانها ومستحباتها. من تمام الإسلام وجمال الإيمان أن لا تضيع هذه الصلاة، لأنه من شيم أهل النفاق أنهم لا يصلون الصلاة في وقتها، وأنهم إذا قاموا إليها قاموا كسالى، وأنهم يخرجونها عن أوقاتها، وأنهم إذا صلوها فإنهم يسرقون في صلاتهم وينقرونها كنقر الديك. فإياك يا أخ الإسلام، احذر أن تضيع ما فرض الله عليك من الصلوات الخمس. إن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن تنظر في صلاتك التي تصليها لله، الصلوات الخمس، من صلاة الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، واعلم يرحمك الله، واعلم هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم، أن ربنا يوم القيامة أول ما يسألنا عز وجل يسألنا عن الصلاة، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا لتلاوة ولا ذكر، أول ما نسأل عنه الصلاة. من حافظ عليها كان له الأجر وهو من الآمنين، ومن ضيعها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومن ضيعها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ومن ضيعها قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. احذروا يا عباد الله، احذروا من تضييع الصلاة، وبالأخص وعلى وجه الخصوص الصلاة المكتوبة المفروضة. صل الصلاة لوقتها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أقام، أقم، يقيم. الإقامة أوقاتها، الإقامة أركانها، الإقامة واجباتها شروطها، الإقامة مستحباتها ومندوباتها، الإقامة أن تصليها على الوجه المشروع. أقم الصلاة، يقيمون الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ هكذا نمر عليه مرة الكرام. أقم الصلاة واحذر من تضييعها. من هذا المنبر نوصيك بوصية الله وبوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، حافظوا على الصلوات. ولا تكن أيها الأخ الكريم ممن يصلي متى شاء أو يصلي كيف يشاء. صلي الصلاة في وقتها، وصلي كما أمرك ربك أن تصلي، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. إن لصلاة النافلة فضائل متعددة. أن نحكي على الفريضة، على النافلة، إن الفريضة واجب محتم. فلها فضائل متعددة، أولها وأعظمها وأكبرها عند الله. إذا صليت النافلة، إذا أديت النوافل، سبب لنيل محبة الله تعالى لعبده. الأخ الكريم، إذا حافظت على الصلاة الفريضة وأضفت إليها النافلة، هذه النافلة هي سبة، هو سبب به ربي يحبك. والعلماء قالوا في فضائل صلاة النافلة هذا أعظم أمر، ربي يحبك. وتخيلوا شو راني نقول لك، ربي يحبك، الله يحبك. ديت الفرائض وجبت معها واش؟ أتيت بالنوافل. في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته، مما افترضت عليه. أحب شيء هو الفريضة. ثم قال: وما يزال عبدي، انتهى الأخ الكريم، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله يبارك، فضل عظيم ودرجة كبيرة وعطاء رباني لمن أتى بالنوافل وأضافها إلى الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. تخيل يا عبد الله جمال الفضل وكمال الشرف وعلو المنزلة، ما أعظمه من ثواب وما أحسنه من أجر. الرحمن الرحيم، الكبير المتعال، المتعال البارئ جل وعلا، يتحبب إلى عباده وهو غني عنهم. الله من يعرف لك حسبي وشرني يقول لك، الله يحبك. وإذا حبك تسأل يعطيك، إذا حبك تستعيذ يعينك، إذا حبك تدعي يجاوبك، إذا حبك ينور لك حياتك كاملة.
إذا حبك تسعد أيامك، إذا حبك يوفقك، وإذا حبك أهداك وحفظك، وإذا حبك يسر أمورك، وإذا أحبك بارك في حياتك وفي عمرك وفي مالك وفي ذريتك وفي أهلك. أحبك الله. تخيل، تخيل هذا، تخيل جمال الفضل وكمال الشرف وعلو المنزلة عند من؟ عند الله. ونختصر، أداء النوافل وكثرة السجود لله سبب لمرافقة النبي في الجنة. تصلي النوافل وتكثرها، كثرة السجود سبب باش ترافق وتكون مع الرسول في الجنة. وما سعدك في الأولى يحبك ربي، والثانية رفيق الرسول في الجنة. شكون كيما أنت المنزلة هذه؟ شكون كيما أنت؟ اسمع بقلبك قبل أذنك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله، كنت أنبات مع النبي، فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل، اسألني. كنت نجيب له به يتوضأ ونجيب له الماعون ونجيب له حاجته، فقال لي: سل، اسأل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ حتى هم الله يبارك، هو الإمام، هو الرسول، هو النبي، حتى هما الله يبارك. ما قال أعطيني دراهم، ما قال ابني لي دار، ولا سوي لي هذه، ولا دير لي هذه. قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ كاين شيء آخر؟ قلت: هو ذاك. محوس باش يرافقك في الجنة. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثير من النوافل والتطوع لله. شيء آخر، أنها تنجي العبد من النار. يحبك ربي، ترافق الرسول، والآن النجاة من النار برحمة الله. فعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زوجته، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. واحدة أخرى، أنها ترفع العبد عند الله الدرجات، ويحط الله بها الخطايا والسيئات. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، نبي يقول ثوبان، يقول له: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. منها بالنوافل تسكن بيتا في الجنة الغالية أعده الله لأمثالك وغيرك من المؤمنين الذين يتقربون إلى الله بكثرة السجود والنوافل. روى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. 4 قبل الظهر، وزوج بعد الظهر، وزوج بعد المغرب، وزوج بعد العشاء، وزوج قبل صلاة الفجر المفروضة اللي هي سنة الفجر. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. قالت: منها سمعت الكلام هذا ما خليتهمش. وقال عمرو وهو من رواة الحديث: ما برحت أصليهن، ما خليتهمش بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وهؤلاء كلهم رواة هذا الحديث، يعني الله يرضى عليهم وربي الله يبارك في منزلتهم ودرجتهم عند الله. جميع فيهم من سمع كلام الرسول فإنه يهرول مسرعا للعمل به، وقد أدركوا أن النجاة في الأخذ بما جاء به الرسول. ومنها
إن الإتيان بالنوافل من باب المسارعة بالخيرات، المسابقة إلى الطاعات، والإكثار من القربات. قال عز من قائل في كتابه الكريم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق السداد والصواب، وأن يجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المتقون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم حريصون كل الحرص على أداء النوافل والتقرب بها إلى الله، يتعهدونها ويحافظون عليها، وقد علموا أن فيها من الأجر الكثير والثواب العظيم، وقد أخبرهم بذلك الرسول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن المعاهدة والمحافظة عليها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، كنا في المدينة، سكان المدينة، كان يأذن المؤذن لصلاة المغرب، بعد ما ينتهي المؤذن من صلاة من أذان المغرب ابتدروا السواري، أي السواري؟ عرفة، ابتدروا السواري فيركعون ركعتين، صلي ركعتين، قد نسموا الأذان تاع المغرب، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. يأذن الأذان في المدينة في حديث أنس البخاري في صحيح الإمام مسلم، يأذن الأذان، كم الأذان ينوضوا يبتدرون السواري، صلى ركعتين أذان هذيك، اللي يدخل واش يقول؟ يقول باللي راهم صلوا المغرب وهم يصلوا في النافلة. حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهن، وإنما فعلوا ذلك لأنهم سمعوا النبي يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاء صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لقد فرطنا في كثير من الشعائر والشرائع، وظهر فينا الخلل والإعوجاج والنقص. بالله عليكم، ألسنا في حاجة إلى ما يجبر كسرنا ويسد خللنا؟ ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ولنقدم لأنفسنا ما دمنا قادرين، قبل أن يتمنى أحد ركعتين يثقل بهما ميزانه فلا يستطيع إذا كان هو يوم القيامة بين يدي الله. عباد الله، إن عدوكم الشيطان قد أخذ على نفسه عهدا أن يغويكم، وأن يغوي بني آدم أجمعين، وأن يأخذ بهم معه إلى جهنم. قال رب: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاعلم واحذر، اعلم أن الشيطان حريص على إبعادك، واحذر منه، فإنه لا زال بك حتى يوقعك في المحظور والحرام. فاتق الله عبد الله، وكن على بينة من أمرك مع هذا العدو الذي يتربص بك الليل النهار.
الله ما يحب لك تصلي لا فريضة ولا نافلة ولا يريد لك الخير، وما يحبكش تجي للجامع، وما يحبكش الاستقامة، وما يحبكش تكون على هذا النور وعلى الخير. ولا زال بك فتفطن، هذا هو عدوك. عباد الله، في هذا الزمان لقد قل علم الناس اليوم بدينهم، وانتشر فيهم الجهل بالسنن، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وتعلقوا بزخارفها، حتى صار أحدهم لا يرفع بالسنن رأسا ولا يقيم للنوافل وزنا. انظروا يرحمكم الله إلى مساجدنا وهي تشكو قلة المصلين، وصارت صلاة الكثيرين منا جوفاء. الواحد يسلم من صلاته فيطلق لساقيه العمام خارجا من بيت الله هاربا من أحب البقاع إلى مولاه، وكأنما كان في السجن فأطلق منه، ما هي إلا دقائق معدودات وينتهي الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظروا يرحمكم الله إلى المساجد وإلى عمارها. شوف واحد يجي متخلف في صلاة العشاء، فاته الإمام بثلاث ركعات، أدرك ركعة، يسلم الإمام منه، يجيب ثلاثة اللي بقوا ويخرج مسرعا كأنه في السجن، أطلق العنان لساقيه وقدميه، جاب اخرج اخرج، ما لك؟ ما خطبك؟ أنت في سجن وجئت متأخرا، فاتك الخير الكثير من النوافل، متى تجبرها؟ متى تصليها؟ يا أخي الكريم، لا تتهاون بالسنن والنوافل، وأزل عن قلبك غبار الغفلة، واستيقظ من السنة واتبع السنة، واعلم أنك لا تزال بخير ما دمت في مصلاك، فلما العجلة بالخروج من المساجد؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على أداء الفرائض وعلى أداء السنن، قو إيماننا وسدد خطانا وثبت أقدامنا واختم بالصالحات أعمالنا، ووفقنا ربنا وجميع المسلمين لما تحبه وترضاه. لقد اشتد الخطب وعظم البلاء على أهل غزة، ماتت القضية خلاص، قضية غلبتها كرة القدم من بطولة آسيا إلى بطولة إفريقيا إلى المباريات واللقاءات، وخلاص ماتت القضية. سيكتب التاريخ يوما باللي المليار وثمانمائة مسلم شهدوا الإبادة والتهجير والقتل، شهدوا ذلك بأم أبصارهم وسمعوا بآذانهم الإبادة، الإبادة للجميع. هذه الأمة فكر ساعة ساعان، إذا كان شغلها الشاغل جدا منفوخ، صارت قضية ولا قضية ولا قضية ولا قضية، مش عارف قضية خلاص، إما قضايانا الكبرى سيكتب التاريخ وتشهد الأجيال على ما هو الآن الحال في غزة الجريحة، وما يفعله بنو صهيون أمام هذه الدول الإسلامية والعربية، سيكتب التاريخ ما هو شاهد علينا. حتى الدعاء، نشوف نمرح ونلعب ونأكل ونشرب ونسعى ونفعل، الدعاء
للسكالى والأيام والجرحى والقتلى والصغار والكبار. هدمت علينا المساجد والدور والمدارس والمستشفيات، فعل بنا ما الدعاء 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 يا عباد الله، الدعاء الدعاء لأهلنا، لبناتنا، لنسائنا، لرجالنا، لشيوخنا، لأبنائنا، لبناتنا في أرض غزة، غزة العزة، وما يفعله بنو الصهيون اليهود عليه من الله ما يستحقون. اكتب يا تاريخ وسجل، هذه أمة المليار وثمانمائة مليون مسلم، اكتب يا تاريخ وسجل. لا أحد يحرك ساكنة، حتى لقمة العيش، حتى الطعام والشراب في غزة المحاصرة المغلوق عليها من كل جهة، واليهود يفعلون ما يشاءون في تلك الأرض. اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين، اللهم وكل معهم في نحمتهم، وارفع عنهم هذا البلاء الذي حل بهم، اللهم انصرهم نصرا من عندك يا رب العالمين، اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم، اللهم انصرهم، اللهم سددهم، اللهم فرج عليهم في قريب الأجال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن ناصرهم ومن كان معهم، اللهم أبرم لهذه الأمة، كامل هذه الأمة هذه، أبرم لها أمر رشد وخير يا رب العالمين. اللهم ارفع راية التوحيد وراية السنة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.